السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بلال فروانة، أخصائي واستشاري أمراض الدم والأورام، مقيم حاليا بسانت لويس ميزوري. اليوم حنتكلم عن Measures of Associations أو مقاييس الترابط. الأشياء اللي حنتكلم عنها اليوم هي Risk أو Probability يعني الخطر أو الاحتمالية، Odds الأرجحية، Relative Risk أو Risk Ratio يعني الخطر النسبي أو معدل الخطورة، Odds Ratio أو Relative Odds هي نسبة الأرجحية. الريسك بكل بساطة هي احتمال حدوث شيء ما، مثلا احتمال حدوث مرض معين عند مجموعة معينة من الأشخاص، أو حدوث مرض عند المعرضين لعامل خطر. الريسك بتتراوح من 0 للـ1 أو من 0% لـ100%. مثال على الريسك أو probability، ممكن نقول احتمال هطول المطر باليوم العادي هو 10%. أيضا احتمال حدوث المرض عند المعرضين اللي أكلوا آيس كريم هو 78%. مثال آخر، ممكن نقول احتمال حدوث بروستيت كانسر مدى الحياة للرجل هو 11%. الأودز هي طريقة أخرى للتعبير عن حدوث شيء ما، ولكن تختلف عن الريسك أو probability. الأودز هي احتمال وقوع حدث معين على احتمال عدم وقوع الحدث. بمعنى آخر، عدم وقوع الحدث معناته هو 1 ناقص وقوع الحدث، وبالتالي الأودز هي الريسك أو probability على تقسيم 1 ناقص الريسك أو probability. ولأنه الأودز هي ratio، وبالتالي القيم تبعها بتتراوح من 0 إلى ما لا نهاية. على سبيل المثال، إذا بدنا نرمي عملة، شو الـ probability أو الـ risk ليطلع عنا head؟ الـ probability هي 1 ليطلع عنا head تقسيم جميع الاحتمالات اللي هي 2، وبالتالي النتيجة بتكون 1 تقسيم 2 يعني 50%. الـ odds حسابه مختلف. الـ odds هو احتمال وقوع الشيء اللي هو head على احتمال عدم حدوثه اللي هو تيل، معناتها الأودز هي 1 إلى 1، احتمال حدوث الهيد إلى احتمال حدوث التيل. مثال آخر، لما ترمي حجر النرد، شو احتمال probability أو الريسك ليطلع عنا رقم 1؟ probability هي 1 إلى جميع الاحتمالات يعني إلى 6. الأودز هي 1 احتمال حدوث الشيء على احتمال عدم حدوث الشيء، معناتها 1 إلى 5، وهي فرق الحساب بين الريسك والأودز. نرجع لمثال المطر، إلنا نحن احتمال حدوث المطر باليوم العادي هو 10%. الأودز لحدوث المطر هي احتمال حدوث المطر 10% على 1 ناقص 10% اللي هي احتمال عدم حدوث المطر، يعني الأودز بتطلع 10% على 90% يساوي 11%. معناتها عنا فرصة واحدة لحدوث المطر مقابل 9 فرص لعدم حدوث المطر. بنلاحظ بالمثال تبع المطر، لما تكون فرصة الحدوث قليلة الريسك والأودز بيكونوا كتير متقاربين، وممكن الواحد يستخدم الريسك بالنيابة عن الأودز أو العكس. أما لما يكون فرصة حدوث الشيء عالية، الأودز والريسك بيكونوا بتعطي أرقام مختلفة عن بعض. فمثلا إذا قلنا في وقت العاصفة احتمال وقوع المطر هو 90% أو 0.9، أما الأودز لوقوع المطر بوقت العاصفة هو 90% على عدم حدوث المطر اللي هو 10%، وبالتالي النتيجة بتطلع 9. لاحظوا هون أنه الأودز لحدوث المطر بحالة العاصفة هو 9 مقابل 0.9، يعني عطانا كرقم
تسع أضعاف. فالتعبير بالريسك والأودز بيختلف لما يكون فرصة حدوث الشيء كتير عالية. طيب، هل نحن بحاجة إلى comparison؟ هل نحن بحاجة إلى مقارنة النتائج؟ على سبيل المثال، عن مجموعة من الناس اللي أكلوا أكل معين وبعض منهم صار مريض، كيف نحن بدنا نتأكد أن المرض هو بسبب هذا الأكل؟ الطريقة لنعرف هل المرض متعلق بالإكسبوجر، هل المرض متعلق بالتعرض لعامل الخطر، هي بمقارنة النتائج بين المعرضين وغير المعرضين. على سبيل المثال، هذا الجدول بيورجينا نسبة حدوث المرض عند المعرضين لأكل معين. أغلب النسب اللي بالجدول هي فوق 70%، فالواحد بيفكر أنه نسبة حدوث المرض هي فعلا متعلقة بالأكل أو بالتعرض لعامل الخطر، ولكن هذا ما بكفي للوصول لهالنتيجة. لازم نحسب أو نشوف نسبة حدوث المرض عند غير المعرضين، ومنشوف من هالجدول أنه بعض الناس اللي ما أكلوا أكلات معينة عندهم نسبة حدوث مرض عالية، وبالتالي هون يجي دور الكمباريزن وحساب الريلاتيف ريسك. الجدول سي هو بورجينا الريلاتيف ريسك. فعلى سبيل المثال، اللي أكلوا كوتج تشيز نسبة حدوث المرض عندهم هي 71% بمقابل 69% عند اللي ما أكلوا كوتج تشيز، وبالتالي الريلاتيف ريسك هون هي 1.03. فعلى الأغلب عند المرض عند اللي أكلوا كوتج تشيز هو ليس بسبب الكوتج تشيز. بالمقابل بنشوف نسبة المرض عند اللي أكلوا إيج سالد هو 83% بمقابل 30% عند اللي ما أكلوا. الريلاتيف ريسك تبع الإيج سالد هو 2.7، فمعناته بهالحالة الإيج سالد على الأغلب المرض هو associated بشكل كبير مع أكل الإيج سالد. الريلاتيف ريسك طريقة حسابه هو الريسك عند الإكسبوزد تقسيم الريسك عند نون إكسبوزد. بتعبير آخر، هي معدل حدوث المرض عند المعرضين مثلا الإيج سالد تقسيم معدل حدوث المرض عند غير المعرضين للإيج سالد. وبالتالي الريسك ريشيو أو الريلاتيف ريسك هي احتمالية حدوث الأوتكم أو المرض عند المعرضين إلى احتمالية حدوث المرض عند غير المعرضين. كيف منفسر الريلاتيف ريسك؟ الريلاتيف ريسك لما يكون واحد معناته الريسك عند المعرضين يساوي الريسك عند غير المعرضين، وهذا بالمثال السابق بالكوتج تشيز الريلاتيف ريسك عندنا كان تقريبا واحد، وبالتالي على الأغلب ما في ارتباط بين الكوتج تشيز والمرض. لما يكون الريلاتيف ريسك أكبر من واحد معناتها الريسك عند المعرضين هو أكبر من الريسك عند غير المعرضين، وبالتالي في ارتباط بين أو ارتباط إيجابي بين التعرض والمرض. ومثل المثال السابق اللي كان إيج سالد كان الريلاتيف ريسك فوق الواحد، كانت 2.7، وبالتالي في ارتباط مباشر بين التعرض ونسبة الإصابة أو المرض. لما يكون الريلاتيف ريسك أقل من واحد معناتها الريسك أو المرضى عند المعرضين هي أقل من الريسك أو المرضى عند غير المعرضين. وهون لما يكون الريلاتيف ريسك أقل من واحد معناتها التداخل تبعنا أو الدواء أو التعرض هو وقائي وليس بسبب مرضى.
ومثال على relative risk أقل من واحد لما مثلا استخدام vaccination أو استخدام الأدوية بدنا نحن نكون relative risk أقل من واحد، وبالتالي في ارتباط سلبي أو ارتباط وقائي أو علاجي. إمتى بنستخدم relative risk؟ بنستخدم relative risk ك measure of association لما يكون exposure سابق للoutcome. هذا الشيء بيتحقق بالcohort study. بالcohort study نحن بنبدأ بالexposure، بننقي أول شيء exposed والnon exposed، بعدين بنشوف مين صار عنده المرض ومين ما صار عنده المرض. فهون exposure بيسبق outcome. أيضا بالrandomized control trial كمان الexposure بيسبق outcome، والexposure هون هو إجراء علاجي أو تداخل معين، هو الإكسبوجر اللي عنا، وبالتالي بيكون عنا مجموعة أخذت علاج أو إكسبوجر ومجموعة ما أخذت علاج أو أخذت علاج آخر، وبعدين مين بيشوف عن مين صار عنده المرض أو صار عنده تحسن وإلى آخره. فهون الإكسبوجر بيسبق الأوتكم. دائما لما بدنا نحسب الريلاتيف ريسك وبعدين كمان بعد شوي الأودز ريشيو لازم نعمل 2 باي 2 تيبل. ال 2 باي 2 تيبل ببساطة هو بيشوف بيحدد مين الاكسبوزد ومن الاكسبوزد مين صار عنده المرض. وبالتالي بحالة الريلاتيف ريسك نحن بنبدأ بالاكسبوجر، فبنشوف على اليسار مين الاكسبوزد والنون اكسبوزد، وبعدين من هدول مين صار عنده المرض ومين ما صار عنده المرض. وبالتالي بيصار عندنا أربع خلايا هي A, B, C, D. على سبيل المثال خلية A هي اللي صار عنده المرض من المعرضين، اللي صار عنده disease among exposed، والخلية B اللي صار اللي ما صار عنده المرض من المعرضين who did not have the disease among exposed وإلى آخره. من هذا الجدول بنقدر نحسب المرض أو الخطر عند المعرضين risk and exposed هو الخلية A على total exposed يعني A زائد B. الخطر عند غير المعرضين risk and non-exposed هو disease من non-exposed اللي هي خلية C تقسيم كل non-exposed يعني C زائد D. وبالتالي الـ relative risk هو الـ risk in exposed على الـ risk in non-exposed. هذا مثال لدراسة حدوث الأمراض الوعائية أو ارتباط الأمراض الوعائية بالتدخين. فبهاي الدراسة أخذنا مدخنين وغير مدخنين وشفنا مين صار عندهم مرض قلبي ومين ما صار عندهم. فهذا عن الـ 2 by 2 table. في الـ 2 by 2 table في أربع خلايا A, B و C و D. لنحسب الخطر عند المعرضين هو 84 اللي صار عندهم مرض قلبي وعائي من المدخنين على كل المدخنين اللي هو 3000، فالنتيجة هي 28 بالألف. لحساب الخطر عند غير المعرضين هو 87 صار عندهم مرض قلبي عند غير المدخنين على كل غير المدخنين اللي هو 5000، فالنتيجة هي 17.4 بالألف. وبالتالي الريلاتيف ريسك هي الخطر عند المعرضين 28 على أو 28 بالألف على الخطر عند غير المعرضين اللي هو 17.4 بالألف، معناته النتيجة 1.6. طيب بالكيس كنترول ستري ما بنقدر نحسب الريلاتيف ريسك. ليش؟ إلا الريلاتيف ريسك بنحسبه لما يكون الإكسبوجر سابق للأوتكم. أما بالكيس كوهور بالكيس كنترول ستريز نحن نبدأ بالديزيز والنون ديزيز، ومنهم بنشوف مين كان exposed ومين ما كان exposed. فهون اختيار الديزيز أو اختيار الأوتكم سابق للإكسبوجر. بهالحالة ما بدنا نحسب الريلاتيف ريسك. معناته بالكيس كنترول ستري ما بدنا نحسب الريلاتيف ريسك، ولكن هون بنحسب الأودز ريشيو. لما يكون عندنا
الاوتكم سابق للاكسبوجر بالكيس كنترول ستديز بنقدر نستخدم الاودز ريشيو. الاودز ريشيو تعريفها بحالة الكيس كنترول ستدي هي الاودز للاكسبوجر عند المرضى بالمقارنة مع الاودز للاكسبوجر عند غير المرضى. قلنا ان الاودز ريشيو هي الطريقة الاساسية لحساب الترابط بالكيس كنترول ستديز، ولكن ايضا ممكن نستخدم الاودز ريشيو بالكوهورت ستديز وبالراندومايز كنترول ترايل. فإذا استخدمنا الاودز ريشيو بالكوهورت ستدي بيكون تعريف الاودز ريشيو هي الاودز للاوتكم عند المعرضين بالمقارنة مع الاودز للاوتكم عند غير المعرضين. كمان هون بالاودز ريشيو لازم نعمل 2 باي 2 تيبل. بالكيس كنترول ستديز بنبدا بالاوتكمز وبعدين بيطلع لنا الاكسبوجر. معناته الاودز ريشيو مثل ما قلنا بالسلايد السابق هي اودز التعرض او اودز الاكسبوجر عند المصابين تقسيم اودز الاكسبوجر عند غير المصابين. التعريف اللي هو مكتوب odds that case was exposed على odds that a control was exposed، نفس المعنى. ال odds that case was exposed هو A على C، ال odds that the control was exposed هو B على D. طيب هذا هو نفس الجدول السابق، A على C تقسيم B على D. Odds that case was exposed على odds that control was exposed. هذا بحالة الـ case control studies. إذا بنحسب الـ odds ratio بالـ cohort study التعريف بده يتغير شوي، لأنه هون حنبدأ نشوف المرض عند الـ exposed تقسيم المرض عند غير الـ exposed أو عند غير المعرضين non-exposed. وبالتالي هون الـ odds that unexposed person develops a disease هو A على B. الـ odds that an unexposed person develops a disease هو C على D. بالنسبة للتناسب لما نغير ترتيب المعادلة بيطلع عنا بالنهاية AD على BC، وهذا نفسه بس نشوفه على اليسار بالكيس كنترول ستدي لما كمان نعدل المعادلة تبع A تقسيم C تقسيم B على D بيطلع عنا AD على BC. فبنلاحظ أنه طريقة حساب الـ odds ratio بالكيس كنترول ستدي هي A ضرب D تقسيم B ضرب C، ونفسها هي بالكوهورت ستدي هي A ضرب D تقسيم B C. فهون بنشوف أنه بغض النظر إذا عم نستخدم الـ odds ratio للـ case control study أو للـ cohort study ممكن نستخدم هاي المعادلة هي A ضرب D تقسيم B ضرب C. وهذا مثال سريع لحساب الـ odds ratio. هون كمان بدنا نشوف قديش نسبة التعرض للتدخين عند المصابين بمرض قلبي أو عند غير المصابين. وبالتالي الـ odds ratio هي A على C، هي الـ odds التعرض عند المصابين تقسيم odds التعرض عند غير المصابين اللي هي B على D، أو ممكن بطريقة أخرى نعمل أو نحسبها A ضرب D تقسيم B ضرب C، وبالتالي بيطلع عنا الـ odds ratio هي 1.6. طيب قلنا بحالات معينة، بحالات الكوهورت ستدي والرندمايز كنترول ترايل ممكن نحسب الـ odds ratio، وكمان بهاي أنواع الدراسات ممكن كمان نحسب الـ relative risk. فأيمتى ممكن الـ odds ratio تعبر عن relative risk بهدول الدراسات؟ هذا مثال بسيط ممكن أنتوا تحسبوه بإيدكم، توقفوا الفيديو وتحسبوه. الـ relative risk بهذا المثال هي الـ relative risk هي الخطر عند
المعرضين تقسيم الخطر عند غير المعرضين، وبالتالي الخطر عند المعرضين 200 تقسيم 10,000 قسمة الخطر عند غير المعرضين هو 100 على 10,000، النتيجة بيطلع 2، الـ relative risk هو 2. حساب الـ odds ratio ممكن كمان نحسبه مثل الطريقة اللي قلناها من قبل، هو A D تقسيم B C، وبيطلع كمان عنا 2 أو 2.02. فهون بنلاحظ أنه بهاي الحالة الـ odds ratio هو estimate قريب للـ relative risk، أو ممكن نستخدمه بدل الـ relative risk. بنلاحظ هون ليش قدرنا نعمل هاي الحركة؟ لأنه الـ disease is infrequent. إذا بنحسب معدل حدوث المرض عند كل هاي الـ population هو 300 قسمة 20,000، فالـ disease is infrequent. بالمقابل بالهاي هذا مثال آخر، الديزيز هون is frequent، معدل حدوث الـ relative risk هون ممكن كمان توقفوا الفيديو وتحسبوا الـ relative risk والـ odds ratio، ما أدخل بالتفاصيل. الـ relative risk هون هو 2 وحساب الـ odds ratio هو 3، فهون بنلاحظ أنه في فرق بين الاثنين، وهذا بسبب أنه الديزيز is frequent. لما نحسب معدل حدوث المرض بكل هالpopulation هو 75 تقسيم 200، فالديزيز هون frequent. فلما الديزيز يكون frequent الـ odds ratio ما بتكون معبر جيد على عن الـ relative risk. شو مشاكل استخدام الـ odds ratio؟ طريقة تفسير odds ratio شوي صعبة على الأطباء والإحصائيين. الـ risk ratio أو relative risk طريقة التعبير عنها أسهل، فممكن بسهولة نقول أنه اللي أكلوا آيس كريم نسبة حدوث الخطر عندهم ضعفين اللي ما أكلوا آيس كريم، أو نسبة حدوث الخطر عندهم هي 60% أكثر من اللي ما أكلوا آيس كريم. بس صعب طريقة تفسير odds ratio شوي أصعب من relative risk. الشيء الثاني مثل ما ذكرنا من قبل، أنه أحياناً الـ odds ratio ممكن يعطينا تضخيم للنتائج بالمقارنة مع الـ risk ratio. على سبيل المثال حأرجع على مثال المطر اللي حكينا عنه بالأول. نسبة حدوث المطر باليوم العادي هي 10%، وقلنا أنه نسبة حدوث المطر أو الـ probability أو الـ risk حدوث المطر بوقت العاصفة هي 90%، فالـ relative risk هون هي 90 على 10 أو 90% على 10%، يعني 9. بالمقابل odds حدوث المطر باليوم العادي هي 11%، بالمقارنة مع الـ odds لحدوث المطر في وقت العاصفة اللي هو 9، معناتها الـ odds ratio هي 82. فمنشوف هون أنه الـ odds ratio أعطانا نتيجة مضخمة جدا عن بالمقارنة مع الـ relative risk. هون بنختم هالمحاضرة ومنشوفكم محاضرة تانية. شكرا جزيلا.